احنا معاكم بس النهارده متواجدين لتسليط الضوء على قضيه قابيل وهابيل المحله اللي يعني اوجعت قلوب الالاف من الاسر والعائلات في مدينه المحله في محافظه الغربيه. هي انهاء شاب لحياه شقيقه من الاب، وكانت هي المأساة التامة. بتفاصيل هذه الجريمة بنتعرف الآن مع محامي أسرة الضحية، يعني المستشار أحمد رمزي. أنت منورنا ومتواجد معانا، عايزين نعرف منك تفاصيل هذه القضية الهامة. الموضوع بالنسبة للواقع اللي هي النهارده الحمد لله صدر فيها حكم الإعدام على المتهمين، الواقع بدايتها مش بداية الجريمة، بدايتها من بداية تفريط الأب في المعاملة بالأولاد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا في التسوية بين الأبناء حتى في الكبر. فإذا ما فرق الأب بين أبنائه فتكون هناك النفوس غير سوية بينهم، وتكون هناك مشاكل. بداية الموضوع ده من إخوات من الأب، مجدي علي أصغر من أهلك الأخ الصغير، وكان نتيجة الأمر ده إن حصل عدة وقائع في الأسرة، منها وقع والدته وحكت أمام المحكمة إن الأخ ده كان أخد أخوه على هويس محل أبو علي وحاول يرميه في البحر في يقتله، إن هو يكتفه ويرميه في قلب البحر، وبعدين ما سابه. فالولد رجع طفل حكى لوالدته اللي حصل، قالت لوالده الاخ ما لقاش اي رد فعل من الاب ولا اي رد ولا اي رد. اتهم قبل كده سبب النهارده محكمه جنايات المحله ايدت اعدام المتهمين. تفاصيل دي القضيه سبب الفجوه اللي ما بين الشاب و هقول لك بعد كده. الولد حب يتخلص من اخوه، اختمرت الفكره في دماغه، اصطحب صديقه واحد من الاصدقاء كهربائي، واصطحب اخوه معاه وراحوا على مخزن هو مستاجره دون علم والده ودون علم الاسره كلها. وكان هو مودي قبل كده حفره في قلب المخزن ومنتوي ان هو يدفن اخوه داخل المخزن، بعد ما دخل قعد اخوه هو وصديقه، وبعدين بفوجئ اخوه اللي هو بيكتفه. اللي انا بقوله ده مش خيال، ده كلام المتهم الثاني باعترافه تفصيلا في النيابه. وايد الكلام ده قدام المحكمه. ودخلنا المحكمه فوجئت ان اخوه قام بتوثيقه من يده ورجله من الخلف. يعتبر الاخ ممثل بجسد اخوه. ده هو اول حاجه كتفه. وقعد يسال شويه اسئله ويقول له لو ما قلتليش هقتلك. وبعدين بعد شويه قام جاي خلقه وحط رجله في ظهره وخلق. فالولد دخل في حاله اللي هي خلاص الخلق النهائي. سابه رجع لجنبه. قام جاب ازازه كبيره كانت موجوده عنده في المخزن وسرقه. وبعدين قام سايبه وقعد برضه يتكلم معاه شويه، وقام خلقه المره الثانيه لعند بوش ازرق وقام سايبه ثاني، وجه المره الثالثه خلقه لعند ملفظ نفسه المكان. ومن قوه الخلق لانه حط ركبته في ظهره ادى الى قصر الفقره العنقيه، لان دي لها تاثير بتسبب الوفاه مباشره. بعد كده راح لواحد قال له عايز تكتب بتاعك، حاول يتهرب منه لعند ما هو خد التوك توك وراحوا على المخزن دخلوه جوه، وضع اخوه في قلب شكاير وربطه وحطوا جنبه شكاير من الاسطبه اللي هو بيتاجر فيها كانت في المخزن، وخدوا طلع على بحر شبيب عند حزبة حمد دايرة السلطاني، وجي عند البحر وشالوا الجثه ورايح يرميها في البحر. فكان في خياله ان اخوه لسه عايش. تمام. طلع السكينه وكانت معاه وضربوا خبطه في رقبته قطعت الوريد. يعني بعد محاوله خنقه ثلاث مرات، بعد ما خلقه وبعد كل الكلام ده وهو جاي يرميه في البحر عايز يتاكد الوفاه، ضربوا سكينه
في الوريد في الرقبة تمام والسكينة الثانية في الود في الأذن قطعت صوان الأذن كامل. وبعد كده دخلت بالشرعي أيد كل هذول الكلام ده كله مظبوط الكلام. وبعد كده ربط حبل في رقبته بحجر طوب وحبل في رجله بحجر طوب ورماه في البحر. تمام. أثناء الإلقاء نظرا لأنه الجو كان ضلمة اتعلق الحبل في الشط في حاجه في شجره ولا فرع ولا في حاجه اتعلق. هو بيعمل الجريمه كامله بس برضه رضت ربنا فما نزلش مغاصي في الاعماق اتعلق على الحبل جو ضلمه هم خدوا حقهم مشوا من اهل الصبح اكتشفوا الجريمه بدأوا يبلغوا موكلتي ام عرفت بالموضوع الله انك عامل حادثه الاسره من الجلسه الماضيه يعني تقبلت خبر احاله المتهمين لفضيله المفتي والنهارده تعيد حكم الاعدام بالزغاريط وبفرحه وبسعاده للام المكلومه وخاصه ان هي تعرضت لتهديد من قبل الزوج والد الشابين. بص يا احمد انا اقول لحضرتك حاجه اتفضل. يمكن انا لما تبنيت القضيه دي انا وهيئه مكتبي اسال المجد والدة المجد عليك تبنيناها كقضيه دون عدل. بالفعل هي اكيد ده يعني بقول كلام يعني قضية إنسانية في المقام الأول. لأن أنا لقيت إن الأب فرق من أولاده في الدنيا وبضيع حق ابنه كمان بعد وفاته. الأفضل من كان هو الزوجة ربما تكون دي كانت محاولات من الأب إن يقول مثلا ابن ضاع ابني الثاني حافظ عليه. يعني مع حضرتك ابنك ضاع وابنك الثاني حافظ عليه. مالك ابن ثالث. كنت حافظ عليهم من البداية. الأب كان بيحضر الجلسات اللي فاتت وكان بيعاون المتهم. حاضر أمام المحكمة وكان بيعاون المتهم. وأفصل أمام المحكمة على الأمور ثابتة في التحقيق بألسان ابنه. هي ما حصلتش لكن ابنه قالها إن هي موجودة. والحاجات دي فرضت قانون المحكمة وجدت النيابة بالكلام ده. يعني دكتور رؤيتك القانونية النهاردة الأسرة النهاردة تلقت خبر تأييد حكم الإعدام النهاردة زي الأم والخال وبقية الأفراد. أستاذ أحمد هو الحكم يعني سلم الله سبحانه وتعالى الحكم الله فيها اللي هو القصاص لكم في حق ولكم في القصاص حياتي والباقي. لكن هو لن يعوضها يا ابنها. لن يعوضها يا ابنها. لكن الصقر او القصاص يتم وتحقق عدالة الله سبحانه وتعالى في المتهم دي بتشكل غليل شوية او بتروح الصدر ببعض. شايف النهاردة حكم المحكمة النهاردة ورسالتها المجتمعية والانسانية في المقام الاول هي رسالة عادلة لكل المجتمع. اكيد. وإلا النهاردة لو احنا سيدنا اخ يقتل اخوه يعدي مراقب ويمر مرور الكرام يبقى معلش فين الامان في المجتمع. اذا كان اخ هيقتل ويمشي. هنقول معلش اخوه. إذا كان الأخ هيقتل ويمشي. تمام. طيب وما الغريب يحصل معاه؟ هي القصة كلها زحمة. وحتى الأب كان يعني لا هو الأب بص حضرتك اللي أتاه من أفعال وأنا شفتها بنفسي. هل ده أسباب ممكن يرجع لتفكك أسري رهيب وقوامة في بص مش تفكك أسري لأن الزوجة كويسة مع زوجها جدا وكان عايشين في أسرة كويسة والأب كان راجل مسؤول حال طبعا عشان نتكلم بعون الله بس هي المشكله في التفرقه بين الابناء. الاب حضر النهارده اعتقد هو حضر انا انت وجلسه الجلسه حضر كل الجلسات رد فعله لما حل اوراق رد فعله اللي هو كان نفسه بيطلع بره اداري معلم بشاعه الجريمه ان هذه الجريمه وارتكابها بسياق على يد يعني سيناريو قبيل وهليل. الاخ استعان احد الشباب استعان بزميله واقترنت الجريمه بارتكابه وانهاء حياه شقيقه الاصغر بتوثيقه والقائه في مياه احدى الترع المقصره بنهر النيل. ما هو العوامل اللي ساعدت على اكتشاف هذه الجريمه او هويه وتحديد هويه الشاب؟ هو حضرتك لما قام يركب ابن اخوه في البحر اليم الحجر اتعلق في الشط فما غصتش الجثه لان الجو كان ضلمه كان الوقت متاخر الساعه 1 او 2 بالليل فما شافش ده ستر ربنا او دي اراده ربنا ما زبطتش ان هم بعد ما بدا تشمل الجثه ما فيش تعليم ما فيش اثبات شخصيه بدات راحت المستشفى العام بداوا يحاولوا يشوفوا مين اللي كده لحد ما توصلوا لوكيلتي وطلبوها للتعرف على الجثه. تمام. اتعرفت على الجثه بدات تتبعوا الكاميرات من بدايه عزبه حمد مرورا بكل الرباط بالمحله اللي عند المكان اللي طلعت فيه الجريمه كل الكلام ده مشهود بكاميرات. تمام. وفرغت والنيابه العامه انتقلت وبصراحه جهد مشكور من رجال البحث الجنائي وجهد مشكور اكتر من رجال النيابه العامه اللي شفت التحقيق
ان وكيل النيابه ما سابش اسم دي في القضيه، حتى بتاع المنظفات اللي اشتروا منه الحبال عشان يكتبوا جابوا، حتى بتاع التوك توك اللي هو ما كانش يعرف الواقع جابوا وسال الشخص اللي هم كانوا جابوا منه كوبايات محل ادوات منزليه جابوه سالوه، ما تسابش حد دي اسمه في الواقع الا تسال عشان يوصلوا الحقيقه. وكلهم اجمعوا ان المتهمين كانوا مع بعض وان هو كان معاهم النمل. رسالة أخيرة مع المستشار تقولها النهاردة بعد تحقق عدالة القانون، بس هتقول إيه؟ رسالة، أولا رسالة جميلة، اتقوا الله في أبنائكم لا تفرقوا بينهم، ده شايل دمك وده شايل دمك وده شايل اسمك وده شايل اسمك. تمام. مشاهدي ومتابعي موقع مساحة بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن الاستماع والمتابعة، نترككم جميعا متابعينا في العيد.